المصري اليوم نقلت على لسان وزير المالية عمرو الجرحي اللي قال ان مجلس الوزراء وافق بالفعل على تعميم نظام ميكنة ادارة المعلومات. الحكومة كلها طبعا هيكون في للموازنة العامة هيتم الانتهاء منه في مارس المقبل، كل حاجة عن طريق طبعا الميكنة والحكومة الذكية، وده اللي احنا كنا طبعا منتظرينه منذ عدة اعوام. الجهات الحكومية بتؤكد اصدار شيكات نهاية ديسمبر المقبل، او تتوقف الجهات الحكومية عن اصدار شيكات من نهاية ديسمبر المقبل، لان كله هيكون بالطريقة المميكنة.